طواف الماتع في هذا البستان اليانع، لازلنا نقف في هذا المحراب المهيب الجليل، لازلنا نغوص في هذا النهر العذب لنستخرج الجواهر واللآلئ والدرر، لازلنا مع إسناد هذا الحديث المبارك، مع كلمات الإمام العلم الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأذكر أحبتي في الله وأقول: الإسناد منة من الله عز وجل بها على هذه الأمة، فهي خصيصة، فهو خصيصة من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم تعرف أمة من الأمم ولم تحقق أمة من الأمم هذا الإسناد، ومن ثم حرفت كتبها وحرفت علومها وانقطع السند بين أفرادها وبين رسولها الذي بعث فيها من قبل ربنا جل وعلا، إلا الأمة الميمونة. فأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الأمة الوحيدة، واشرف بهذا التأصيل الذي أؤصله لك: أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمة الوحيدة التي اختصها الله تعالى أو من الله تعالى عليها بهذه الخصيصة الكبيرة، ألا وهي الإسناد. ولذا يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الإسناد سلاح المؤمن، ومن جميل ودقيق ورائع وعظيم ما قاله محمد بن سيرين الثقة الثبت الإمام العلم رحمه الله تعالى التقي الزاهد العابد الورع. قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا لا يسألون عن الإسناد، كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما ظهرت الفتنة، يقصد الفتنة في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأسأل الله أن يغفر لنا ولهم، وأردد مع المؤمنين الصادقين دعاءهم الجميل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول محمد بن سيرين: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما ظهرت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فلما ظهرت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فكان ينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيرد حديثهم. ينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيرد حديثهم. انظروا إلى قيمة الإسناد. وقد بينت قبل ذلك معنى الإسناد لغة واصطلاحا. فالإسناد هو الطريق المؤدي إلى المتن، أو سلسلة الرجال الموصلة لمتن الحديث، والمتن هو ما ينتهي إليه السند، أي هو موضوع الحديث ذاته، أي هو موضوع الحديث. فالمتن الموضوع الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما السند فهو الطريق المؤدي إلى هذا المتن، سلسلة الرجال عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. وهذا إسناد من الأسانيد الذهبية، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالسند هو الطريق المؤدي إلى متن الحديث، أي إلى موضوع الحديث، والمتن
هو ما ينتهي إليه السند، أي هو موضوع الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول أيها الأفاضل من هنا، وخلي بال حضرتك من اللي هقوله ده، من هنا وأنا أخاطب الأمة كلها، أخاطب آبائي ابتداء وأمهاتي وإخواني وأخواتي من طلبة العلم وأبنائي وبناتي، فأنا لا أخاطب طلبة العلم فقط، لا، بل أنا أخاطب الأمة كلها، وأرجو الله عز وجل أن يرزقني الإخلاص والسداد والتوفيق لأوصل كل جزئية من هذا العلم العظيم إلى الأمة كلها بلا استثناء وبلا تمييز بين طائفة وطائفة. أنا أخاطب أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول تبرز أهمية الإسناد كدليل واضح على حفظ الله تبارك وتعالى للسنة. أقول تاني، تبرز أهمية الإسناد، دراسة الأسانيد علم من العلوم، وقوف على حال كل راو وحال كل رجل من رجال السند. يقف أئمة الجرح والتعديل عند حال كل رجل من رجال السند، متى ولد ومتى مات ومتى التقى بمن حدث عنه وأين التقى به أو معه، إلى غير ذلك من الجزئيات الكثيرة مما يعرف عند أهل الفن بالتحمل والأداء. وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية السند كدليل واضح بين على أن الله جل وعلا قد تولى حفظ السنة كما تولى حفظ القرآن. خلي بالك ده تأصيل جديد، وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا، لا سيما في هذه الأيام، لأننا نعيش الأيام هذه حالة من الحرب الشرسة على السنة المطهرة. فهناك الآن من يطعن في السنة، ومن يشكك في السنة، ومن يدعي بلا علم من يدعي أن السنة لم تحفظ، إذ لم يتولى الله جل وعلا إلا حفظ القرآن. ويستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: